MDGS نربحوا الرياضة. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للموقع الالكتروني لوسات وعلى المواكبه ديالو والتتبع ديالو للشان العام المحلي بمدينه بوزنيقه ومن ضمنه كذلك المجال الكروي. كيف كيعرف الجميع ان فريق وفاق بوزنيقه حقق الصعود الموسم الماضي، وهذا انجاز كنهديه لجميع الساكنه ديال مدينه بوزنيقه. اولا وفاق بوزنيقه باش ما نطولش عليكم وحتى لا اخفي على الجميع، كيعيش ظروف ماديه صعبه لانه بدينا الموسم هذا الحالي بصفر درهم، وكيف كتعرفوا كيف شرط بانه بعد تحقيق الصعود، وتحقيق الصعود راه ما تيجيش، راه ماشي ساهل انك كتلعب 10 المقابلات في البلاي اوف زائد البطوله، زائد يعني كتحتاج امكانيات ماليه كبيره جدا، كتحتاج تحفيزات ديال اللاعبين، يعني التعويضات ديال الاطر الى غير ذلك. اليوم حنا تنلعبوا في القسم الثاني هوات وما يحتاجه كذلك من مصاريف. بدايه كنقول غنكون متفائل، غنقول بان بدايه موفقه رغم اربعه ديال التعادلات وهزيمه واحده، رغم الامكانيات الماديه اللي بغي نقول شبه منعدمه، يعني بعض المساهمات ديال اعضاء المكتب وبعض المحبين ديال الفريق. هذا هو باش غادي اليوم عندنا التزامات بانه الفريق راه متعاقد مع مجموعه من اللاعبين، متعاقد مع المدرب، متعاقد مع مجموعه من يعني في الاطار الاطر التقنيه، وبالتالي كيحتاج مواد ماليه. انا اليوم غنستغل هذه الفرصه وهذا الموقع الالكتروني باش نوجه نداء الى جميع المسؤولين بمدينه بوزنيقه وباقليم بن سليمان. صحيح كاين دعم ديال الثقافه وديال الرياضه الى غير ذلك، ولكن اليوم تنحتاجوا دعم حالي واني باش اننا نزيدوا بالفريق قدام. تنعرفوا بان مدينه بوزنيقه عندنا الملعب الكبير، عندنا ملعب ديال دار الشباب، عندنا مجموعه من الفروق، مجموعه من الانديه كتحتاج لدعم باش نستطيعوا نواصلوا، لانه الا ما كانش دعم مادي وما قدرش الفريق انه الدعم ماشي غير مادي، يقدر يكون دعم عباره على البحث على مستشهرين يجيو للفريق يساندوه. يعني كاين هنالك مجموعه من الاليات ومجموعه من الطرق باش نزيدوا الفريق القدام. كنتمنى ان الرساله ديالي تكون وصلت، وشكرا لكم. MDGS نربحوا الرياضه.